بسم الله الرحمن الرحيم، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. احنا كنا وقفنا في الفيديو اللي فات الشباب على الفايف ستيبس، ان ازاي هتجيف ذا نيم اوف ذا اورجانيك كومباوند ان ذا فايف ستيبس. تعالوا نشوف ايه الخمس خطوات اللي احنا هنتبعهم عشان ادي نيمنج لاي هيدروكربون بالنسبه لنا. اول حاجه هنعمل ديتيرمين فور ذا لونجست كاربون تشين اند كاونت ذا اتوم زين جيف ات نيم. يعني ايه؟ انا هاخد اللونجست كاربون تشين، فانا هنا حددت كده 1 2 3 4 5 6 7 ولقيت هنا في برانش ومش عارف ايه، فانا هاخد اللونجست، ادي اللونجست كاربون تشين اهي. طيب في هنا كام اتوم؟ 1 2 3 4 5 6 7 7 في اللاتين نمبرز هبت. يبقى انا اول حاجه عملت كاونتنج للونجست كاربون تشين اتومز اللي هي المذر تشين. ديتيرمين ذا تايب اوف فانكشنال جروب، هل هي سنجل ولا دبل ولا تريبل. لو كانت سنجل فهقول ان، يعني في اللي فاتت هنا كان اللونجست كاربون تشين وكل البوند سنجل، فانا كنت هقول هبتين ان. طب افرضوا كان في دبل، دبل هيبقى اخرها ان، تريبل هيبقى اخرها اين، وهنشوف. بس برضو يا شباب لازم اعمل ديترمينيشن للبوزيشن اوف فانكشنال جروب. يعني ايه؟ بصوا يا شباب، لو انا عملت كده 1 2 بين ال 1 وال 2 دبل 3 4 5 6 ورحت عامل هنا برانش وعملت كده اهو. هنا اللونجست كاربون تشين انا هرقم من ناحيه النيرست كاربون اتومز او الكربون اتوم اللي فيها الدبل بوند، فانا هقول 1 2 3 4 5 6 7. فانا مبدئيا انا بحدد الرقم بتاعه الدبل بوند، الدبل بوند بين الكربون اتوم 1 و 2، فانا هقول 1 واعمل شرطه كده مس اس بروبيوت بنت هيكس هبت، فانا اقول هبت. وبعدين ما انساش ان انا اقول ايه، ان انا رقم الدبل بوند دي كانت موجوده ايه في هنا دبل بوند، فانا اقول هبتين. فبعض الكتب بيروح عاملين ايه، فيقولوا هبت شرطه ويحط 1 ويحط ان، كان بيقول لك ان الدبل بوند في البوزيشن بتاعها ان. انا كده حددت البوزيشن بتاع الدبل بوند. طيب نرجع بعد كده نيمينج ذا برانش. البرانش بالنسبه لي هيكون كلورو برومو ميثايل وهكذا، فهنا مثلا ده كان يعتبر برانش بالنسبه لي. ففي الكربون اتوم نمبر 5 في مين؟ في ميثايل، فانا هعمل شرط هنا واروح كاتب ميثايل. يبقى لغايه دلوقتي ميثايل 1 هيبتين. لسه نمبر ذا برانشنج اتوم اور جروب، يعني هو دلوقتي البرانش ده كان فينين؟ كام في النمبر كربون اتوم نمبر 5؟ ايه ده؟ هو انت يا مستر مش قلت لنا من شويه ان انا برقم من ناحيه البرانش؟ ده انت هنا البرانش كنت المفروض ارقم من الناحيه دي، قلت لك لا، لازم ما تنساش ان الدبل او التريبل بوند اولى. يعني لو لقيت دبل او تريبل رقم من ناحيه الدبل او التريبل بوند، فهنا هيبقى في الكربون اتوم نمبر 5. فده لما اجي هسميها اروح بسميه كده 5 داش ميثايل داش 1 هبتين. ده كده يبقى اسم الكومباوند. تعالوا نشوف، هنبدأ نتدرب بإيدينا على الأورجانيك كومباوند كده ونشوف أنا هسميهم إزاي. بصوا يا شباب، بسم الله، أول حاجة القاعدة بتاعتنا determine the longest carbon chain. طب اللي يخرج بره التشين يعتبر برانش. هنا longest carbon chain 1 2 3 4 5 كده أهو. طب ما هو كان ممكن تبقى كده 1 2 3 4 5، مش هتفرق. تمام. طيب نرجع، انا اعتبر ان انا خدت اللونجست كاربون تشين اللي هي الستريت تشين دي كده. مس رقم منين؟ من النير تو ذا برانش. يبقى هنا دي كده 1 2 3 4 5. 5 يعني ايه؟ يعني هيب وما انساش ان كلهم سنجل بوند، فاقول هبتين. تمام. هل انا اقول الرقم بتاع الهبتين؟ لا حبيبي، الرقم ده في الدبل ولا في التريبل بس رقم اتنين. بعد كده هعمل شرطه كده، هقول ايه، انا عندي برانش، البرانش ده اسمه ايه؟ ده كان CH4 بس اتشال منه كربون اتوم فبقى CH3. ده كان اسمه ميثين
بقى اسمه ميثايل، فدي هيبقى اسمها في الكربون اتوم نمبر 2 ادي 2 داش ميثايل داش تانية هيبتين. يبقى هتلاحظ ايه بقى؟ كام حاجة. اول حاجة هنا دي تعتبر النمبر اوف كربون اتومز ان ماذا تشين، رقم اتنين المذر تشين دي الكربون اتومز هتبقى فولويد، فولويد باي وات؟ فانكشن جروب. طب ايه كمان؟ المفروض يبقى في بوزيشن للفانكشن جروب لو كانت دبل او تريبل، يبقى هنا في البوزيشن دي الخطوه رقم ثلاثه. طيب هنا في برانش، برانش نيم والنمبر اوف برانش بين نمبر اوف برانش. هتلاحظوا هنا هيبقى في نمبر برانش، المفروض يكون في هنا نمبر الفانكشنال جروب، النيم اوف كربون اتوم الفانكشنال جروب. تعالوا نتبع في اللي بعديه. فين اللونجست كربون تشين؟ واحد هيقول لي كده 1 2 3 4 اقول له غلط، لازم اللونجست كربون تشين يكون كونكتد كربون اتومز. طب والله كويس اهي، انا هعمل كده وراح اعمل كده، هعمل خط هنا كده اقول له برضو غلط، لازم يكون كونكتد كربون اتومز. نمسح الخط اللي احنا عملناه الاخير ده. بسم الله الخط ده نمسحه. اللونجست كربون اتوم الثانيه اهي. طيب انا بعمل كاونتنج نير تو وات؟ نير تو ذا برانش. فين البرانش؟ ادي البرانش اهو، فهرقم من هنا 1 2 3، يبقى في الاتوم رقم 3 في برانش 3 4 5. 5 يعني ايه؟ يعني هبت، وعشان كله سنجل هبتين. طب لو كان في دبل بوند كنت اقول اين. طيب شرطه رقم الاتوم اللي فيها برانش هي 3 فاقول 3. طب البرانش اسمه ايه؟ 1 كربون اتوم، يبقى اسمها ميثايل 3 ميثايل هبتين. تمام ناخد اللي بعديه. الكومباوند ده فين اللونجست كاربون تشين؟ لسه شغال برضو الكين، خلي بالكم اللونجست كاربون اتوم تشين اهي 1 2 3 4 غلط 1 2 3 4 5 اهي. طب رقم من النيرست تو ذا برانش 1 2 3. طب ما انا كنت رقم من الناحيه الثانيه 1 2 3، مش هتفرق بقى هنا لو رقمت من هنا او من السايد ده او من السايد ده مش هتفرق. يعني لو جيت هنا ورحت مرقم عملت كده اهو 1 2 3 4 5، مش هتفرق ليه يا شباب؟ عشان البرانش في السيم بوزيشن اللي هي الكربون اتوم نمبر 3. طيب دي اسمها ايه؟ ميثايل، فاقول 3 كوما ميثايل. شرطه اللونجست كاربون تشين مس اس بروبيوت بنت، بنت بنت يعني خمسه، وكلهم ان بنتين ان عشان كلهم سنجل بوند. طب كويس قوي. فين اللونجست كاربون تشين؟ اهي 1 2 3 4 5 6 اقول لك غلط. طيب 1 2 3 4 5 6 اقول لك غلط ليه؟ عشان حضرتك سي 2 اتش 5 دي عباره عن ايه؟ سي اتش 2 سي اتش 3. فاللونجست كاربون تشين اهي ادي دي اللونجست كاربون تشين كاونتنج ذا ايرو 1 2. ايه ده؟ طب ما انت ترقم من هنا النيرست تو ذا برانش. اقول لك افتكر معايا تاني، انا باخد مين؟ باخد من السايد اللي فيه دبل بوند، ادي الدبل بوند اهي بتاعتي اهي. وما انساش ان السي 2 اتش 5 دي عدها ان هي 2 ارمز. تعالوا نعمل كاونتنج، فهتبقى هنا اهو 1 2 3 4 5، في برانش هنا في الكربون اتوم نمبر 5 ودي 6 7. يبقى المركب ده اسمه ايه؟ اسمه هبت. ده ايه ده؟ دي تريبل بوند، تريبل بوند بديها سيلبس ايه؟ اين. الرقم بتاع التريبل بوند دي بين الكربون اتوم نمبر 1 ونمبر 2، فانا اقول ايه؟ 1. ما اقولش 2 لا، 1 و 2 يبقى تقول 1. طب بين 2 و 3 تبقى تقول 2. البرانش في الكربون اتوم نمبر كام؟ نمبر 5، فانا اقول 5.
داش ميثايل. هتلاحظ ان الاسم ماشي ازاي يا شباب. نمبر برانش نمبر كربون اروم نيم فانكشن جروب نمبر اوف برانش البرانش نيم بوزيشن of function group function group ذات نفسها او قصدي name of longest carbon chain type of function group دول 5 steps 1 2 3 4 and 5. نكمل. طب افرضوا في البرانشز، هو كل البرانشز لو انا عندي برانشز في كذا حته هسميهم على اساس ايه؟ قال لك لازم تتبع حاجه اسمها الالفابيتيكال ارينجمنت. ايه الالفابيتيكال ارينجمنت؟ اول حاجه هنا اهو، فين السايد اللي هو نير ذا برانش؟ اول حاجه اللونجست كاربون تشين، ادي اللونجست كاربون تشين. دي مكتوبة كده ليه؟ عشان بأكد لك ان التاشنج بين الكربون والكربون. طيب 1 2 3 4 5 6 7 ميث اس بروبيوت بنت هيكس هبت، يبقى هبت وكلهم سنجل اهو واضح قدامي هبتين. طيب هرقم من اني سايد؟ من السايد اللي هو نير تو ذا برانش، فانا اقول هنا 1 2 3 4 5 6. نسيت غلطة. ايه الغلطة بتاعتي؟ ان انا رقمت من هنا. ده التشين بتاعتي بدأ منين يا شباب؟ بدأ من هنا اهو. هي دي بقى، يبقى انا ركز، يبقى دي هنا 1 2 3 4 5 6 7، يبقى هبتين رقم 2. هلاقي في برانش في الاتوم في الكربون اتوم نمبر 2 وفي برانش في الكربون اتوم نمبر 4. ابدأ بمين؟ ابدأ ب الالفابيتيكال ارينجمنت. يعني ايه الفابيتيكال ارينجمنت؟ يعني انا عندي برومو وعندي كلورو، السي بعد البي، يبقى البي الاولى ماشي. فكنت هقول 2 كوما برومو كوما. مين تاني في الكربون اتوم نمبر 4 4 كوما كلورو كوما؟ هبتين تاني 2 برومو 4 كلورو داش هبتين. طب افرض اتبدلوا. يعني ايه اتبدلوا؟ يعني جيت هنا اهو كده ورحت حاطط برومو او حطيت كلورو وحطيت هنا برومو. الالفابيتيكال ارينجمنت مين الاول؟ البرومو قبل الكلورو، البي قبل سي. فانت حضرتك كنت هتعمل امر بسيط جدا، كنت هتيجي تروح عامل كده، هتقول ان في الكربون اروم نمبر 4 برومو وفي الكربون اتوم نمبر 2 كلورو، يبقى انا لازم اراعي الالفابيتيكال ارينجمنت. يبقى وانا في البرانشز بالذات ببقى حذر من حاجتين، لوست نمبر اوف summation of alternative، أقل عدد لمجموع البدائل اللي هي البرانشز. رقم 2 alphabetical arrangement لازم ده يتراعى بالنسبة لي. يلا نكمل. فين اللونجست كاربون تشين؟ اهي ادي اللونجست كاربون تشين. اقول لك غلط، اللونجست كاربون تشين لازم يكون فيها الدبل بوند. اوعى تنسى الدبل بوند او التريبل بوند. ادي اللونجست كاربون تشين يكون كده 1 2 3 4 5. ما ممكن يكون كده 1 2 3 4 5 6. يبقى انا كنت كده غلطان، يبقى المفروض اعمل كده. دي اللونجست كاربون تشين. طب ودي هنعتبرها ايه؟ برانش CH2 CH3، تتجمع على بعضها يبقى اسمها ايه؟ C2H5 اللي هي مين؟ ايثايل. طب انا اعمل نيمينج من اني سايد، او اعمل كربون اتوم نمبرز من اني سايد؟ من السايد النير تو ذا تريبل بوند.
فانا اقول هنا 1 2 3 4 5 6 ده اسمه ايه؟ اسمه هيكس. وبعدين ايه؟ في تريبل بوند، فهقول ان في البوزيشن بين 1 و 2 فهقول 1 داش هيكساين. في بعض الكتب تروح كاتباها كده هيكس 2 اين عادي، تمام؟ اوكي، ترجع بعد كده في الكربون اتوم نمبر 3 في ايه حضراتكم؟ فهقول 3 ايه؟ ايثايل 1 هيكساين. نكمل هنا فين اللونجست كاربون تشين؟ دخل معايا الكربون اتومز ماشي 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 اخد مين؟ خليك دايما في الستريت ما دام كلهم زي بعض. يبقى هنا ايه؟ هرقم من نير تو ذا سايد، نير سايد تو ايه؟ نير سايد تو ذا دبل بوند. وكمان عد هنا 1 2 3 4 5 بين الاتوم 2 و 3. طب من السايد ده 1 2 3 4 تاني، هرقم من الناحيه دي 1 2 اهي 1 2 3 4 5. لما ارقم من الناحيه الثانيه 1 2 3 4، الدبل بوند جايه بين الاتوم 3 و 4، لا اخد من ناحيه 2 و 3. طيب هرجع بعد كده يعني ايه مس اس بروبيوت بنت بس بنت في البوزيشن رقم كام؟ بين 2 و 3، فانت هتقول بنت 2 اين او 2 داش بن تاين. تمام هاجي هلاقي في برانش موجود في الكربون اتوم نمبر 4، ادي واحد وادي في الكربون اتوم نمبر 4 تاني. ما انساش اروح اعمل 4 كوما 4، تكرار. دول مين حضرتك؟ دي اسمها ميثايل، دي اسمها ميثايل. فاقول داي ايه؟ داي ميثايل 2 بن تاين او 4 كوما 4 داي ميثايل بنت 2 اين. في بقى كومن نيم اللي انا كنت قلت لحضراتكم عليها تيرتشلي كده. اخينا ده في الكومن نيم بتاعه ما تلاقي الكربون اتوم بتاعتك واخد المنظر ده كده اهو، كربون اتوم سراوندد باي 4 ميثايل جروب، فبيعدوا الكربون اتومز، بيعدوا كل الكربون اتوم في الكومباوند از كومن نيم. فتلاقي المنظر عامل لك كده وكانه حرف علامه الزائد كانه بلس. هنا اعمل كاونتنج لكل الكربون اتوم ككومن نيم مش اي باك نيم، مس اس بروبيوت بنت، فده بيسموه نيو بنتين كله عشان سنجل بوند. طيب تعالوا بقى حضراتكم نشوف كده الفيديو كام، هعمل بوز كمان ونبدا نشوف اسئله من اسئله كتاب الزومدل ان شاء الله. اشوفكم على كل خير.